جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخ عمر سعد أبو بكر من جمهورية إفريقيا الوسطى بعث يسأل ويقول: إذا سمعنا السلام في الراديو فهل نرد على المسلم أو كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. المسلم في الراديو يسلم على العموم، لا يسلم على شخص معين، وإذا كان السلام على العموم فإنه يكفي أن يرد عليه واحد، يكون هذا من المشروع الكفائي. هذا إذا كان المسلم يسلم مباشرة على مجموعة، شخص يسلم على مجموعة فإن الرد عليه فرض كفاية على هذه المجموعة. وفي الراديو المسلم غير مباشر وربما يكون تسجيلا فلا يأخذ حكم السلام المباشر. نعم.